التقليمن التقليمن بمعمر والعسكري بمعمر في التنفيذ يضيع بالفعل لاعب شاب التقاء والحكم يأمر بإعادة تنفيذ الضربة الترجيحية ولا نعم الكرة تسدد وهدف لفريق المغرب الفاسي هدف لفريق المغرب الفاسي 3-2 هنا الإعادة الكرة لعبت وعادت لمرمى الحارس خالد العسكري يعني قلت هذه مباراة غريبة نعم غريبة عادة المرمى كان يظن أن الكرة خرجت لكن ما خرجتش ما خرجتش 3-2 لفريق المغرب الفاسي أغرب كرة تابعتها في العشر سنوات الأخيرة في الضربات الترجيحية أغرب كرة في الضربات الترجيحية نعم 3-2 لفريق المغرب الفاسي الجيش الملكي ضغط المباراة مجددا ضغط المباراة كم هو محظوظ نفس الأمر بالنسبة في الشوط الثاني خطأ يا خالد عسكري ينفعل خالد عسكري يفقد أعصابه ويغادر في لقطة لا أعلم الله يحسن عوان خالد عسكري بكل ما كتحمل الكلمة من معنى أقدر كثيرا موقف خالد العسكري ولكن ما بغيت أي خطأ كنعلمو بأنه هذا الموقف اللي فيه خالد عسكري موقف صعيب موقف صعيب ولكن ما بغيتش خالد ينسحب بالطريقة خالد ما خصكش تنهزم هذا الخطأ كيوقع الحراس كبار ولكن بشكل كبير يخلع القميص وينسحب الآن